ليش ليش علاوي ليش يعني ليش انت تلم وليش اصدقائك وليش سويت فريق شنو السبب يعني الفرق يعني الغرض من انشاء الفريق وهيك شيء انه احنا عندنا احساس بالمسؤوليه تجاه الاخرين يعني احنا ما نقدر نشوف شخص بحاجه للمساعده واحنا يعني ما نقدر نقدم نوقف مكتوفي الايدي يعني ما شاء الله. هذه تربينا عليها من باخلاقنا يعني اخلاقنا هذه تربينا عليها من اهلنا من ناسنا من مرجعيتنا الرشيده من سيدنا ابو عبد الله الحسين المواكب علمتنا المجالس كذلك هذا طريق الحسين يعني انه احنا نعمل ونخدم الناس طريق الحق اكيد طريق الحق اكو تحيا يعني عفوا شهيدنا احد صاحب الانتصارات الحاج ابو مهدي كان يعني ايضا يحث على عمل الخير و ايضا خدمه الناس يقول خدمه الناس هو شرف وواجب يعني أكيد. كان دائما يحثنا فهذه الكلمات كانت تؤثر بنا كثيرا الصراحه يعني انه احنا كشباب واحنا احنا اصحاب الفتوى اصحاب المسيره الجهاديه احنا اصحاب الحق فهذا الموضوع هو اللي يخلينا يشد من عزمنا صراحه انه احنا مرجعيتنا تاكد على التكافل الاجتماعي ديننا الاسلامي مذهبنا الشيعي ايضا يحث على التكافل الاجتماعي فكان هذا مسؤوليه وواجب يعني احنا انا اعتبره واجب على كل شاب مؤمن ومسلم وشيعي ان يتجه الى هذا الاتجاه.